ودلوقتي جمعنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة. والنهاردة وزارة التعليم هتنظم احتفالية يوم المعلم، وزارة الصحة هتنظم اليوم العلمي الأول لبرنامج التطعيمات، وده احتفالا باليوم العالمي لمرض شلل الأطفال. وكمان النهاردة في مؤتمر صحفي لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عشان يتكلم عن السوبر المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التربية والتعليم هتنظم احتفالية يوم المعلم، وهيتم إطلاق مشروع باسم أنا المعلم، ومن خلاله كل مدرس هياخد كارت يشتري بيه من جميع الشركات بسعر مخفض، وده بدعم من البنك المركزي. النهاردة هتنظم وزارة الصحة اليوم العلمي الأول للبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وده احتفالاً باليوم العالمي لمرض شلل الأطفال. النهاردة هيقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل الفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بقيادة الفنان نور ناجح. هتقدم الفرقة حالة روحانية من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد لكبار المشايخ والمنشدين. النهاردة هيحضر سويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس السوبر المصري. ومن المقرر أن يقام المؤتمر الساعة 12:30 الظهر بتوقيت القاهرة، وهيتحدث خلاله كولر عن المباراة.